خلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. لمياء، مسلسلك او فيلمك المفضل اللي كان نفسك تلاقي منه جزء تاني؟ لو هتكلمي على قديم، انا بتكلم على مسلسل حديث الصباح والمساء. ده كان مسلسل عبقري وحاله. انا قريته وبرده ما اتفرجتش عليه. طبعا قصه نجيب محفوظ. قصه كبيره وليه احداث مهمه جدا، سواء في الحياه السياسيه او الاقتصاديه، في مرحله زمنيه احنا ما عشناهاش، فعندنا طول الوقت فضول. وبعدين هو بيجيب لك يعني الشخص، هما كان اساس المسلسل ثلاث شخصيات، الشيخ معاويه والمراكيبي وحد كمان انا مش فاكره اسمه الحقيقه، لكن بيتفرع بقى لاولاده وبعد اولاده في احفاده، فبياخد لك الحياه كامله الطور كله لحد ما بتسلم لجيل تاني وثالث. فحاله كده المسلسل كان عاملها، وكان واخد كوكبه كبيره جدا من النجوم في مصر تقريبا. طبعا كل نجوم مصر كانوا شغالين فيه، وطبعا التتر كان غناء انغام. لا كان حاله المسلسل ده. لو هتتكلمي على مسلسل جديد كمان، عندي فضول اشوف الجزء الثاني لمسلسل تحت الوصايا. هل منى زكي هترجع طبيعيه وهتفضل تحارب في الدنيا، ولا خلاص طاقتها هتخلص وهتستسلم؟ ابنها هترجع وهيبقى كويس، ولا هترجع وهتبقى نائبه في البرلمان وتغير القانون؟ الحياه ليست عادله يا مصطفى، فممكن تبقى حاجه كويسه وتعمل حاجه فعالة في المجتمع، وممكن تتهد من اللي بتشوفه في الدنيا، وابنها ممكن يبقى حاجة كويسة جدا، وممكن لا يعني يستسلم للواقع اللي هو عايش فيه. صح. عاوزة أشوف جزء تاني، عايزة أشوف الواقع. بصبح عليكم. شكرا لك يا